الله يبارك فيك، مرحبا بكم. انا عندي تسع شربة، يعني واحد السميه زوينه، اشواقع، فعلا اشواقع، هذه اشواقع يعني زوينه بزاف، جميله صح. هذه اشواق راه مهمه بزاف، يعني كنقول هذا المره ده اسم على مسمى، تبارك الله وما شاء الله على الناس المسؤولين ديال اشواقع الصحافه ديالنا، لان المنابر يعني الاسم يعني واسم على مسمى هذه المنابر، لان كل ما كانش المنابر ربما يعني صراحه غادي يكونوا ميتين ليس حيين. كنقدم لك راسي، هو الاسطوره شوربه سعيد، مول الحفلات بمنطقه عين الشق، سيدي معروف، يعني اللي معروف 40 سنه هو في هذه المنطقه هذه، ولكن الظروف اللي عندنا صعبه هو ان الوقت اللي جاء عندنا يعني هذا الكوفيد ديال سنتين محن الناس تريتورا كاملين من الدار البيضاء ولا منطقه عين الشوق ولا من طنجه للقويره، تمحنوا الناس لدرجه انهم باعوا الحوايج ديالهم، تكرفصوا، كان عندهم كيديات، عندهم مسائل، ولكن لم يجيب من المبادره ديال العمالات. من هذا المنبر كنقول كنحيي الوالي مهيديه لانه جل هنا للدار البيضاء باش يعرف ثغرات، خصو يشوف الناس ولاد البلاد يعطوا ثغرات، ما ياخذش الناس ديال الاداره، ما الناس خد الناس المسؤولين، لان هذوك يشدوا التقابي ديال الوسخ. انا كنعري على الوسخ، انا شوربه سعيد كنعري على الوسخ، كنقول سي مهيدي تعيط ليا نوريك بزاف في الدار البيضاء. شوربه سعيد كيعرف الطرقان، نعرف المشاكل، ونعرف الامور، دار كل شيء نعرف، نعرف داك امور الامن الوطني نازها، القوات المساعده نازها، ولكن باك صاحبي باقة، والقوة السكر باقين، وباقي صحاب الزيادة باقين، وباقي الأمور هي الأمور، ما تبدلت ما تغيرت حتى حاجة. الناس المسؤولين راه مسؤولين، ولكن صحاب القوة السكر دوك الصغار راه هما اللي دايرين الضجيج، لأن لو كانت المراقبة كاينة أنا معاكم، ما كايناش مراقبة. كيفاش حنا وصلنا يعني 2025 وبقى الناس كتنادي فينا، يعني كيحاولوا، اقسم بجلال الرحمن الرحيم، وبغاو الناس كاينين الامن الوطني، انا كنقولها اقسم بالله تنعطيهم الحقيقه ديال المغرب، الامن الوطني كيفرتك الرمانه، كي بالعربيه ما كيعرفش باك صاحبي، الامن الوطني كنقول ليه التحيه، جوج تحيات، لان ماشي غنقولها ليه كنطلبه ولا كنرغبه، انا ما كنطلب حتى واحد، انا وجدي مقصدر، ولكن غنقول الحقيقه الحموشي، الامن الوطني انا شفت اليوم ملاحظه اليوم جد جد بمنطقه عين السبع، شفت البوليس واحد يعني اش نقول لك، واحد حصار، واحد رفاهيه، واحد نظام جميل، يعني بكل احترامي لك انا الحمد لله بورش عليا من هذا المنبر كنقول سي الحموشي، يا الدار البيضاء راه تبارك الله فيها النزاهه ديال الامن الوطني، باش نعطيك اخويا هذه النقطه نكمل لك الله يرضى عليك، واعطيني السؤال، الامن الوطني تبارك الله ما شاء الله شفتو دوزت اليوم ذاك التيران ديال با محمد ولا با ما كنعرفش سميتو العربي الزاولي ديال الحي المحمدي، تبارك الله تنقى وتقاد وتصوب، وفي واحد النظام جميل ومقادين ومقادين داك الشيء ديال منطقه عين السبع، ما شاء الله يعني كل احترامي لك، اليوم شفت المنطقه، انا شوف اللي شفت نقولها واللي ما شفتش ما نقولهاش، راه ما كنحشمش، راه وجدي مقصدر، راه اللي بغاوني نقولها، سي مهيدي الوالي مهيدي نقول ليه، والحموشي نقول ليه، وعبد السي عبد الوردي نقول ليه، واللي مسؤولين نقول ليهم، لا منطقة عين السوق ولا أي حاجة، نقول والله ما نخاف، لأن كرشي خاوية ونقي، كندخل العمالة من هذا المنبر كنقول التحية للحموشي، ولية الأمل الوطني، والقوة المساعدة، لأن يعني غنقول لك الانحصار اللي زوين هو أن علاش المراقبة كاينة في المحاكم، في الأمل الوطني، في القوة المساعدة، كاين تما مراقبة جد مراقبة يعني يوميا، علاش المحكمة تحيدوا من السماسرة ولاد الحرام والشوفور ولاد الحرام امشاو، علاش المراقبة خلوها زائدة على برا؟ ما هو السبب؟ الحموشي خدام في الأم يعني في الطرقان في كل شيء، قد نقاد الأمور ديالته، وعلاش الجماعة الحاضرة ما تقادش الأمور ديالتها؟ علاش المراقبين استغلال كيستغلوا عقول ضعيفة كيديروا أثمن اللي بغاو كيبيعوا باش بغاو، علاش؟ أنا كنقول أن راه والله ما نحشم. أنا غنرجع معك للمراقبة نشوف سياق الموضوع ديال انك انت ابن المنطقه ديال الحلم يا عبد الوالد عين الشق، انت خطيت اللي معروف وخدمتي مع ناس كبار ويعني في اماكن كبيره اللي معروفه، ممنوع من العماله ديالك، ما كيخليوش ما كيخليوش ندخل، مانعيني، كنقول لك طلبت، شوف الطلب، شوف طلبات قبل ما يكون والي مهيديه، باش نتكلم في هذه النقطه، قبل ما يكون سي والي المهيديه ما كندخلش لا العماله لا هنا ديال منطقه عين الشق ولا العماله ديال الدار البيضاء اونفال كبيره، الوالي ما مسدود البيبان، المالك حل، المالك يقول لهم حلوا البيبان وما سد البيبان، العماله انا اتحدى ما كنحشمش، الوالي خارج، العمال الاخرين ما خارجينش، انا ما عمري شي عامل خارج، سد عليه البيرو ديالو، دير المكيف، كيدخل لي في اتاي وكيسمع الاخبار، منين؟ من النصابه، من الكذابه، من جنابه، لا
خرج دخل لي الناس المواطنين المغاربه اللي كيهتموا بالبلاد، انا واحد منهم. والله تنشوف تنشرك والله تنشرك الثقبه والله تنقول لي كل شيء. ما كيناش كاين باك صاحبي، انا ولد المنطقه عندي الرميد ودليت لي بالرميد، وعندي اربعه الوليدات كبار، عندي كبير 37 عام، وعندي الدري 33 عام، وعندي الولد اخر 27 عام، وعندي البنت الاخرى 27 عام. يعني لم يجيب طلبتهم على المبادره دوك اللي في العماله في المبادره. باك صاحبي اقسم بجلال الرحمن الرحيم يا من حسم ومحدودين وما كيعاونوش المبادره من دري. باك صاحبي انا عندي اربعه الوليدات من حقهم ياخذوا، عندهم محلات راه عندي 24 26 28 30 هادو محلات بالرج كوميرس ديالهم بالوراق ديالهم. قال لي كل واحد دير لي محل، قسمت الحيوط الحيوط قسمتهم ها هما. لم يجيب، مشيت دقيت في الاخر ولاو كيحبسوني في الباب، ما ندخلش عند العامل ما ندخلش عند كاتب العام، خليت عند كاتب عام وصيه باش غادي يعيط لي بالتليفون، ما عيطش بالتليفون. كيجيو وحدين اخرين ولاد الحرام لن اسمي، كيمشيو يقول لي هذاك 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 هذاك، ونلقاو هذاك 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 هذاك، نلقاو هذاك هذاك هذاك. حنا الضحيه، حيت علاش هذوك النصابه وهذوك القماره وهذوك السفاره في الجناب ديال العامل وجناب ديال الكاتب العام وجناب ديال كلشي، خصهم يحيدوا، خصهم اعاده النظر. عندنا علاش دابا واحد القضيه السلطه، القائد كيدوز 4 سنين كيحيد، العامل كيدوز 50 وكيحيد، علاش كيخلوا الموظفين كاينين قدام تما كيدوروا فينا ما بغاو؟ اللي جاي يحكموه، جا كاتب عام جديد يتحكم، يشدوا المخ ديالو يديروا ليه تغيير، جاي على مجرى. انا بغيت نعرف راسي يا راسي، انا كنقولها انا راجل سياسي، بغيت الناس المسؤولين يديروا التغيير شويه. هذوك الناس القدماء ديال الاداره خصهم يتحيدوا، خصهم يمشيو لبلايص اخرين، يصلي في الزعوم لطاطا ولا بطاطا، طاطا ولا بطاطا. تكرفيس تكرفسنا، تعذبنا، دقيت لي بالتعيت انا في العماله المبادره، دقيت تعيت. كيديروا اجتماعات بالكذوب، كيديروا النفاق بالكذوب، كيديروا تجمعات بالكذوب. باك صاحبي كيعطوا صحابهم ما كيعطوش العباد الله اللي محتاجين، دوك اللي كيتمنوا ويسعوا ما كيعطوهمش، ودوك اللي عندهم كيعطوهم. كاين اللي واحد مثلا عضو في الجماعه وعطوه لمرته المبادره، هذا كي في الجامعه موظف كيعطوا لمرته يدير هادشي، وحده من بعيده ما على بلاش ما تفهمش في تنكافت عطوه تنكافت، هذا التريتور ما كيعرفش كيعطو، علاش ما يعطونيش انا؟ علاش كيعطوهم؟ علاش كيعطوهم؟ ما بغاوش. واخا علاش واحد القضيه كيجيب واحد من منطقه الحي المحمدي كيدخل لنا كيجيب بيشان خامجين مسخين خانزين كيحطهم في الشوارع في الازقه، كيقول لك ديال الجماعه حشومه وعار. عيطوا لي انا نعطيكم، انا عندي الباص جديد وعندي حفله جديده نحطها انا ولد المنطقه، انا 2025 موصلين على 25 ديال الكاف، يعني تكون عندنا الكره القدم هنا، وعندنا بلدان اللي ما كيحملوناش ولكن ديالنا ما عمرهم غيزيدوا قدام، لان كيجيو ديما مدخلين. ونزيد واحد النقطه اضيف لك معلوماتي سي والي مهيديه، بغيت نقول لك واحد النقطه، هذه لي كارت ناسيونال شواهد ديال السكنه والشواهد ديال السكنه اللي كنقول لك سي مهيديه، خاص ما بين الامن الوطني وما بين القيد، خصهم يكون واحد المساله تكون كاينه بيناتهم، لان دابا كيجريو ويجاريو باش يدخلوا ولادهم. انا ما كنكذبش، انا كنقول حيت المدن الصافحه اللي عنده قديم 11 عام 12 عام مرحبا، وياكم التزوير، كاين التزوير دابا في الوراق وكاين التزوير في هادشي ديال شويه السكنه. علاش؟ حنا ما بغيش نحبس هادشي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.